السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم أعضاء قناة وصفات من الآخر البنات. اللي مشتركش في القناة فضلا يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنقدمها الفترة الجاية إن شاء الله. موضوع الحلقة النهاردة هنتكلم عن أهم العلامات الروحية والطاقية اللي لما تشعر بيها وتشعري بيها تعرفي إن الطرف الآخر بيفكر فيك وبيحبك في السر. طالما قلت بيفكر فيكي يبقى بيحبك، طالما قلت بيحبك يبقى بيفكر فيكي، الاتنين مرتبطين مع بعض وإلا هيبقى لهم مسميات أخرى. التفكير ومشاعر الحب لما بيندمجوا مع بعض بيعملوا لنا حالة بنسميها تواصل روحي، تناغم روحي ما بين الشخصين. من أول العلامات الروحية المهمة وهي علامة التكامل. يعني إيه التكامل؟ التكامل الطاقي، أنت بتكمليه في حاجات وهو بيكملك في حاجات، أنت شخصيتك فيها حاجات مش كاملة 100% بتستمدي تكملة هذه النواقص في سمات شخصيتك من الطرف الآخر، وهو برضو عنده نواقص في سلوكيات وفي شخصيته بيستمدها وبيكملها منك. علشان كده التواصل الروحي ما بينكم بيكتمل، بيبقى فيه انجذاب ما بينك وما بين الطرف الآخر، لأن انتوا بتشعروا ان انتوا بتكملوا بعض. لما بتشعروا ان انتوا بتكملوا بعض التواصل الروحي بيبقى قوي جدا، بيحصل تجاذب. انت عندك صفات موجبة، الصفات دي عنده سالبة، هو عنده صفات سالبة، الصفات دي عندك موجبة، فبيحصل تجاذب قوي ما بينكم وبتكملوا بعض. لو لاحظتم اي طرفين ده شخصيته قوية وهي شخصيتها قوية، تلاقيه في ما بينهم تنافر في صفة معينة. اتنين ناجحين في نفس المجال، هتلاقي في ما بينهم تنافر قوي. قانون الطبيعة بيعمل احيانا مع قوانين الطاقة. يعني ايه؟ زي ما قلت الاقطاب المتشابهة بتتنافر والمختلفة بتتجاذب. فانت في شخصيتك هتلاقي فيه نقص معين في شيء بتكمليه من الطرف الاخر، والطرف الاخر برضو نفس الشيء، فتلاقي التجاذب الروحي والتواصل الروحي قوي جدا. علشان كده تلاقي نفسك بتستمد القوة منه. لما بتسمعي اسمه بس كده ولا لما بتشوفيه بتحس بطاقة ايجابية، بتحس ان هو بيكمل شيء عندك نقصك على طول، بترتاحي نفسيا اول ما بتعرفي معلومة عنه او تعرفي ان هو بيحبك. ليه؟ لان في شيء داخلي جواكي ناقصك، الشخص ده بيكملهولك. والكلام برضو للطرف الاخر بالنسبة للرجل، انت لما بتعرف بس مجرد انك تعرف ان هي بتحبك فانت بتطمن، تحس ان حاجة ناقصاك وكملت، تحس ان انت اطمنت روحك اطمنت. دي من اقوى العلامات، انتوا الاتنين بتكملوا بعضكم البعض. تاني علامة معانا وهي علامة الأحلام المتكررة بالشخص. الأحلام تعتبر من العلامات الروحية، لأن الحلم أصلا بيجي للروح أولا. يعني في أحلام كتير إحنا مش بنفتكرها لما بنصحى من النوم، الإنسان هو نام بيحلم أحلام كتير جدا جدا، بس مش بيفتكر منها غير آخر حاجة أو آخر ثواني، اقل من الثواني. يعني انت ممكن تحلم حلم مدته ساعتين تلاتة، في فترة دقيقتين مستغرق في النوم. وده اثبات قوي ان العالم الارواح ده بعد تاني، والعالم الاثيري ده بعد تاني غير البعد المادي الارض اللي احنا عايشين فيه على وجه الارض. هناك اختلاف للتوقيت، اختلاف للزمان، اختلاف للمكان،
حاجات احنا ما نعرفش عنها شيء. فالأحلام المتكررة من العلامات الروحية، لأن الروح هي اللي بتبقى بتتلقى كل تفاصيل الحلم أولا، علشان كده الأحلام علامة روحية. طيب الحلم، أنا ممكن أفكر في شخص عادي قبل ما نام، ونام واصحى ألاقي نفسي الشخص ده شفته في الحلم. ده مش دليل قوي. انت لما بتفكر في الشيء قبل ما تنام عادي ممكن تنام تحلم بيه، لكن ايه اللي يأكد لك ان الشخص ده بيفكر فيك من خلال الاحلام؟ ركزوا. اول شيء، هتصحى فاكر الحلم بحذافيره، الشخص بيجي لك بهيئته في الحلم كأنك 3D قدامك بكل تفاصيله كأنه في الحقيقة. تالت حاجة، بتستيقظ وفي مشاعر مسيطرة عليك. في اي حلم لو استيقظت من هذا الحلم وحسيت ان في مشاعر سيطرت عليك في الواقع المادي، اعرف ان الحلم ده قوي جدا، والحلم ده من الطرف الاخر، والحلم ده بينبهك لشيء معين تاخد بالك منه. طالما المشاعر وصلت معاك من الحلم لحد ما صحيت، يعني انت صحيت لقيت نفسك المشاعر الحب مسيطرة عليك وفاكر الشخص، تأكد ان هذا الشخص بيفكر فيك. يبقى الاحلام لها شروط علشان تعرفي وتتأكدي ان الشخص بيفكر فيك من خلال الاحلام. تبقي شايفة الشخص كأنه مجسد قدامك، فاكرة الحلم بحذافيره، صاحية من النوم في مشاعر مسيطرة عليك، لان فينا بيجيلي اختلافات كتير. طب انا ممكن افكر في شخص قبل ما انام وانا احلم بيه؟ لا. وكمان الاحلام بهذا الشخص بتكون متكررة، دي علامة كمان تعرفي منها ان الشخص بيفكر فيك من خلال الحلم. ان الحلم هيتكرر معاك على طول، هتحلمي بيه، ممكن يكون يوميا هتحلمي بهذا الشخص. العلامة الروحية والتقية اللي بعد كده، ان انت هتحس بتحمل طاقي. يعني ايه تحمل طاقي؟ النقطة دي عايزة شرح شوية. يعني انت طول يومك حاسة ان في طاقة ومش طاقتك مسيطرة عليك. طب اعرف ازاي ان في طاقة غير طاقتي مسيطرة عليا؟ بكل بساطة، تعرفي ان عندك تحمل طاقي، تأكد ان في شخص بيفكر فيك من هذا الشخص اللي انت بتفكر بيه باستمرار وعقلك محددهولك. طب اعرف ازاي ان في تحمل طاقي او انا بعاني من هذا التحمل الطاقي؟ طول ما انت بتمارسي اعمالك اليومية، حاسة ان الشخص متلبسك، ان الشخص معاك، ان الشخص حواليك، طاقته بتوصلك على طول، بالك مشغول بيه على طول، حتى وانت بتأدي مهامك اليومية ومذاكرتك الشخص في دماغك، حتى وانت بتعملي اشياء عايزة فيها تركيز، هذا الشخص مسيطر على تفكيرك. يعني المثل بيقولك صاحب بالين كذاب، لا مش كذاب في بعض الاحيان. هنا الشخص بيكون معاك بتفكر فيه والشخص ملازم، بتتكلمي مع حد والشخص ملازم، يعني الشخص على طول ملازم. احيانا احنا صعب ان احنا نفكر في موضوعين مع بعض، لكن في هذه الفترة هتحس ان انت بتتكلمي في موضوع والشخص معاك في تفكيرك وبتفكري فيه. لو حسيت ان انت بتفكري في موضوع والشخص معاك على طول، اعرفي ان الشخص بيفكر فيك. ده التحميل الطاقه، ان انت حاسه ان انت بتعملي شيء محتاج تركيز، لا وفي طاقه داخله عليكي، في شيء بتفكري فيه مع هذا الشيء اللي انت بتؤديه. العلامه اللي بعد كده، وعلامه التكرار الطاقي. يعني ايه التكرار الطاقي؟ يعني هتلاحظي ان في مثلا رقم معين بيتكرر قدامك، بتشوفيه قدامك على طول، زي رقم 111، ده اشهر رقم. هتلاقي الرقم ده بتشوفيه سواء على الساعة، سواء مكتوب في كتاب، سواء على شاشة التلفزيون في الساعة. المهم ان الرقم ده هتلاقيه بيتكرر قدامك، يعني رقم معين مش شرط 111، اي ارقام معينة، وهتحس ان انت الرقم ده بتشوفيه على طول باستمرار. دي اسمها التكرار الطاقي، علامة طاقية قوية. التكرار الطاقي، هتشوفي شيء معين باستمرار كتير، سواء رقم، سواء ريشة من طائر، حاجة معينة انت بتلاحظيها كتير، بتشوفيها كتير قدامك، دي علامة
طاقية، وهشرح لكم في حلقة ايه سبب هذه العلامة. العلامة اللي بعد كده وهي علامة الإحساس الإدراكي الطاقي. يعني ايه الإحساس الإدراكي الطاقي؟ ده مرتبط بالحاسة السادسة الإنسان، بالإدراك الحسي. هتشوفي انت احساسك بيقولك ايه، هل هذا الشخص بيحبك فعلا ولا بيتلاعب بيكي. انت بتبقي حاسة وبتبقي شعر ان هذا الشخص متلاعب، بيظهر قدامك علامات بتدل ان هذا الشخص متلاعب، هذا الشخص فعلا بيحبك. احساسك بيقولك، هتظهر قدامك علامات جسدية وعلامات طاقية وعلامات روحية هتثبتلك ان هذا الشخص بيحبك. علشان كده بقول لكم تابعوا الفيديوهات عشان تعرفوا العلامات، عشان لما تقابلوا العلامات تعرفوا ان هذا الشخص بيتلاعب بيكم او بيحبكم، لان زي ما قلت في تواصل روحي مزيف في حلقات انا شرحتها وازاي تعرفيه، بتظهر قدامك علامات. في علامات جسدية كتير برضو انا هتكلم عنها في فيديو معين، وانا متكلمة في اكتر من فيديو عن علامات جسدية. زي ما قلت في علامات كتير جدا، فانا بجيب لكم علامات قوية، علامات لما تلاحظوها تعرفوا وتتأكدوا ان الشخص الاخر بيفكر فيكم. طاقة الانوثة وطاقة الذكورة بتبقى طاقة متجاذبة على طول اذا تساوت الشحنات والترددات، مش شرط ان هما الاتنين ينجذبوا لبعض، هو في بينهم تجاذب، لكن هذا التجاذب ممكن ما يحصلش لو الشحنات مش متناسبة مع بعضها. الشحنات تتناسب امتى مع بعضها؟ لما الثقة بالنفس بتزيد، الطاقة الإيجابية بتزيد لدى الطرفين، هنا التواصل الروحي بيبقى قوي جدا، وطاقة الأنوثة وطاقة الذكورة بتبقى في درجة مثالية للتواصل الروحي، فالتواصل الروحي بيتم وبينشأ. لو عايزين تعرفوا أكتر تابعوا القناة، أنا بنزل كل يوم فيديوهات بتكلم عن التواصل الروحي وعلامات التفكير المستمر وسبب هذه العلامات.